نتابع الوضع أوروبيا. إذن مع مراسلينا من باريس ليث بزاري ومن لندن مصطفى زارو، مرحبا بكما. ليث، أبدأ معك. إذن احتفالات رأس السنة الجديدة في باريس ستكون بدون ألعاب نارية، ما المزيد؟ نعم صهيب، الذي رصدته اليوم وقبل ساعتين من الآن في أسواق باريس في موسم الأعياد من قلة التباعد الاجتماعي والخفة في استخدام الكمامات والحشود التي تدافعت لشراء الهدايا أحيانا دون المبالاة بفيروس ومتحوره، قد يقود فرنسا إلى إغلاق عام تماما كما فعلت دولة الشمال هولندا. وهذا يذكرني يعني بخوف الذي حصل في باريس العام الفائت عندما اضطرت السلطات الصحية الفرنسية بإغلاق مناطق ارتفعت فيها عدد الإصابات، ويطالب شريحة من الطواقم الطبية الفرنسية صهيب بتطبيق إغلاق عام كما قررت هولندا لتفادي. لكن ماذا تقول الأرقام، أرقام الإصابات بأوميكرون في فرنسا ليث؟ ما زادت بالارتفاع. هناك في فرنسا هناك 58 أكثر من 58 ألف إصابة لحد هذه اللحظة منذ 24 ساعة. وتقول طبعا الطواقم الطبية هذه التي يعني أنه تخوف من أن تكون هناك سابق طبعا وضع سيء أسوأ من الذي سبق، تفاقم الوضع، فبكل بساطة لا يمكن هناك لا يكون هناك طرق أو قدرة لإنقاذ أرواح أصيبوا بالفيروس ويحتاجون لعناية مكثفة. ليث، أعود إليك بسؤال أخير باختصار لو سمحت. الإعلان الذي أعلنته فرنسا عن آلاف التصاريح المزورة والتحقيقات التي أجرتها والأشخاص الذين ألقت القبض عليهم، هل هناك المزيد من التفاصيل؟ هناك الكثير من هذا يحدث، ليست المرة الأولى صهيب. فالكثير من الذين أذكر تماما في العام الفائت 2020 من الذين كانوا يودون السفر إلى بلدان ما في أوروبا أو خارج أوروبا كانوا يحصلون على PCR أو فحص مجاني، ولكن عن طريق طبعا فحص مزور، وهذا كان يؤثر يعني على الكثير من الناس الذين كانوا أصلا هم يعانون من أمراض ويركبون معهم الطائرات أو وسائل السفر. وهذا ليس جديدا، والخوف هو اليوم يعني أن تكون هذه أن يتحول اللقاح أو التطعيم كذلك أو الكيو آر مزورا كما حدث في البي سي آر وشهادات السلبية الأخرى. نعم، مراسلا العربية ليث بزاري ومصطفى زارو من باريس ولندن، شكرا جزيلا لكما.